الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أجل المرسلين وآله وصحابته وتابع من واله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تبارك وتعالى في سورة النحل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذه الآية فيها وعد من الله تبارك وتعالى لمن عمل الصالحات، وقبل الصالحات آمن بالله تبارك وتعالى. لذلك قال العلماء: هذا وعد من الله تبارك وتعالى لمن آمن وعمل الصالحات. ونظير هذه الآية قول الله تبارك وتعالى في سورة غافر: من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. والإيمان يثمر العمل الصالح، كما قال الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. وقال الله تبارك وتعالى أيضا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم جنات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. فكثير من الناس الليلة وكثير من المسلمين يبحث عن الراحة النفسية وطمأنينة القلب، والقلب لا يطمئن إلا بذكر الله، كما قال الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ففي الآية دي ربنا يعني بيّن سبب السعادة والحياة الطيبة في الدنيا وفي الآخرة، لأنه الحياة لا تطيب إلا في الجنة. والدنيا ربنا قال عنا: لقد خلقنا الإنسان في كبد، وقال: لتركبن طبقا عن طبق. في الدنيا دي قد تتعب وتشقى وتصاب بالمصائب والأمراض، لكن مع ذلك إذا كان الإنسان مؤمنا وعمل الصالحات فإنه سوف يكون سعيدا ومطمئنا، وتجده ثابتا لا يتزحزح ولا يتزعزع إذا نزلت به المصائب. لأن ربنا قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأنفس والأموال والثمرات، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فربنا يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، والأمور الشرعية التكليفية يخاطب بها الرجل والمرأة. الراجل والمرأة، الراجل مأمور بالصلاة والمرأة مأمورة بالصلاة، والراجل مأمور بالتوحيد والمرأة مأمورة بالتوحيد. يعني زي ما ربنا أمر الناس إنه يعبدوا، وده خطاب عام، ده للراجل وللمرأة. فربنا قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى. والعمل الصالح لابد فيه من شرطين. أي عمل صالح أراد الإنسان أن يتقرب به إلى الله فلابد من توفر أمران: الأول الإخلاص لله تبارك وتعالى، والثاني متابعة النبي عليه الصلاة والسلام. وقال العلامة الشنقيطي: أن يكون على عقيدة صحيحة. ده الأمر الثالث، قال: أن يكون على عقيدة صحيحة. لأن العمل إذا كان صالحا ولم يكن على إخلاص فإنه مردود على صاحبه، وإذا كان خالصا ولم يكن على سنة النبي عليه الصلاة والسلام
فكذلك مردود على صاحبه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. مردود زي البدع الشايفة عينك حقت الصوفية والذكر. بقول لك طبعا الذكر الذكر بحضور وفكر يا أحبابي، وده عبد الرحيم الزريبة، وده أكبر راس في الضلال في البلد دي، وما في زول فتن الأمة عن دينها في السودان كهذا الرجل عبد الرحيم الزريبة. والأخوان المسلمين لمعوه قدر ما يكون في مستشفى دار يفتحوا يجيبوه يدب زي أبو القنفد، في كوبري دا يفتحوا يجيبوه يدب. يا ناس ده وزير الطرق والجسور؟ لا لا، ده عبد الرحيم الزريبة، وما عنده أي موضوع. زول داعي الشرك، داعي الضلال، نشر الشرك بطريقة تدخل على كثير من الناس إلا من رحم الله، ودخلت على كثير من العامة وكثير من عامة المسلمين من السودانيين. يقول لك والله الزول ده ولي، والزول ده صالح، والزول ده مزوج للأيامة، والزول ده بيكفل اليتامى، والزول ده محفظ القرآن، لكن عنده شرك يا جماعة. الشرك ده مش لو حفظ القرآن، لو حفظك الكتب الستة والبخاري وابو داود، وحفظك الإنجيل والتوراة والقرآن بالروايات كلها وبعقيدته دي، ما بينفعك بشي، والله ما ينفع بشي ما دام على عقائده الشركية دي. إنا بخطب في البلاد نزيل، قل يا ولي الله إسماعيل، والسادة السادة أنا عبدا لكم نادى، وما عارف لك بناديهم بناديهم قصائد هذا المنشورة، وتلقى مركب في العربات. والله أنا أول امبارح جاء بس سياحي خاتنه في الباب، باب كبير خاتنه في الباب. أنا قلت الزول ده ما عنده عقل، الباص ده بمليار وحاجة، خدت الزول الزي اللي نايده ماله، زول وشه أسود، زول يحيرك ذاته، لا سمح في خلقته، ولا زول داعية خير، خدته ولا شنو؟ عنده فيه عقيدة ما تتخير ساي، هو المكاشف، ما شاف المكاشف؟ برضه تلقاه خاتنه في الجزارات، وخاتنه في الملحمة، وتلقاه خاتنه في وين؟ تلقاه طافي عين وطاقته عاملة كيف في الجنبة، ولا بيسوي على الراقي هنا لانه صدره، وبعدها يقول لك ده الصالحين وده الماسكين الشغله وده الحراس الفراس للكون حراس، والبرفع راسه ليه بواسه. انا قلت له والله قطعيه ما تعمل تواسي راسه، وما هو خليه يرفع راسه وسوه مش راقد، خليه يرفع راسه كذب ساي، وخوف الناس. اوعك تخاف لا من البري ولا من المكاشف ولا من ود بدر ولا من الركاني ولا من الصايم ديمة ولا الكباشي ولا الشيخ اللامين بتاع التكس، كلهم ما تخافين، والله ما ينفخوا بالونة. خلي بني آدم بالونة هنبوكة بتاعت الأنبوبة بتاعت لستك ما ينفخوها، يقول لك بينفخوك يا اخي تنفخ شنو يا تعالي انت انا بنفخك، بجيب لك البنشر ده بفتحه لك في وشك، والله لما عيونك يجيب موية وكذب ساي. ضيعوا الشباب وضيعوا الأمة الإسلامية السودانية. شوف ما في بلية عندنا في بلدنا دي كبيرة زي الصوفية والأخوان المسلمين، ما في. ده لأنه بيدعو للشرك، وده لك بيطبل لهم أنتم أهل الله وأنتم أهل التقابة وأنتم أهل القرآن وأنتم وأنتم أنتم الزهاد، وكلهم مجرمين بيلبعوا. شيخ الطريقة بيلبع والأخو المسلم بيلبع، والله جت تلقاهم في اللجنة مشكلين. يا أخي أخونا شيخ مزمن حفظه الله سكن شقلب هناك، عمل نصيحة المسجد ده ما كان حركة، بنقول حركة في التوحيد ما في، عمل نصيحة يوم واحد طوالي ثاني يوم اللجنة اجتمعت. اللجنة دي كانت وين نايمة؟ راقدة وين؟ بس نصيحة طوالي الجماعة نفضوا الغبار وقاموا، وطبعا ونحن لابد، وهذا المسجد عارف شغل الأخوان المسلمين بوصوم في المساجد دي، عطلوا كثير من المساجد، عطلوا كثير من المساجد وصدوا الناس عن ذكر الله. والله زي ما حصل لنا قبل أيام برضو في اللاماب، واحد قال برضو في مسجد، قلنا له يا اخي دي بيوت المسجد ده مسجد ولا نادي؟ قال ده مسجد. قلت له اذا كان مسجد ربنا قال ومن اظلم ممن منع مساجد الله؟ قال لي انا. قلت له يا كلامك ده بتخرب المسجد وبتكون ممن يخرب بيوت الله. قال لي انا اخرب 10 مساجد ولا تتكلم ويت. شوف يا ادم، قلت له اسال الله تبارك وتعالى ان يخرب بيوتكم واحدا بعد واحد كما خربتم بيوت الله. يا مجرمين يا سفلة يا أخوان مسلمين، والله مجرمين، وما بنخاف منهم عشان ما أقول لك مجرمين. ضيعوا المجتمعات دي كلها إلا من رحم الله، مش يطلعوا الناس في ثورات ومظاهرات وغيره وغيره. وهسه كانت في كشفة طازجة
في قناة العربية، اشتغل بقت محلية، وزي ما قاعد يقول أخونا الشيخ ضحوية قال الحلقة في الكوشة دي مضيع جاجة الأمة دي كلها، الآن الكوشة دي جابها في قناة العربية هناك، شفتها محل الحلقة دي. والجماعة مفروض ينظفوها عشان شوية تكون شنو لائقة، ننظفها إن شاء الله، نعمل نفير ننظفها جوا العربية. كشفوا لك القرضاوي وسلمان العودة والعريفي وغيره من المجرمين في كلمة 10 دقائق بس، ربنا وفق فيها أخونا الشيخ مزمل جزاه الله خير، ونسأل الله يزيده في العلم ويثبتنا وإياه على الحق وعلى التوحيد والسنة وفي محاربة الشرك والباطل. كده من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، الشرط مؤمن، مشرك ما عنده أي عمل، مشرك ما عنده عمل، مش لو جر اللالوب تلقاه لالوب 40 متر شغال ور ور ور، يقول لك أنا بذكر في الله وبصلي على الرسول، وكذاب ما بيصلي على الرسول يجر كده، تقول لك يقول لك أنا صليت على الرسول ألف يا كذاب. انت اسأل وقال لك عندك قروش بتجدع طوالي ولا بتحسب واحدة واحدة؟ لما نبي الاصبح واحد وتاري رجاء اثنين يا زلمة القروش ما فرض فيها، والصلاة على الرسول تسويها كده يا مجرم يا عاطل؟ ده كله شغل لعب، والله لعب، لعب على الأمة السودانية. وهو زول لقيته شايل لالوبة تقول تقعد له وتشيل منه دين، زول شايل لابس سبحة ولا زول اقول لك ينبغي ولا بد ما تشيل منه دين، شيل الدين من العلماء الربانيين، والله ما تتغشى بشيوخ الفجعة وشيوخ النت وشيوخ القنوات الفضائية. دي وصية الشيخ محمد بن هادي حفظه الله، عالم من العلماء، لكن ده بيخلوك محمد حسين يعقوب ازاي حال قلبك، قلبك مقطع مقطع، وري الناس التوحيد. قال جماعة التبليغ وانصار السنة واخوان المسلمين كلها دي جماعات دعوية، دعوية كده تعال ورينا وين الدعوية فيها البلاغاتية، صوفية مجرمين عندهم شركيات عندهم بدع، والاخوان المسلمين دعاة 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 فتن ودعاة ثورات. فعشان ما تتخدع، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. تلقى الواحد عنده قروش ومليارات، والله واحد زول كبير تاجر رأس مالي مرة قال لي عليك الله جيب لي إرادة، قلت له ليش نو؟ قال لي والله أنا ما بقدر أنوم والقلب دائم، ولا أنا ما مرتاح، أنا ما بنوم إلا بالإرادة. الليل كله يشيله، قال يشيلوا سهر، وفي العكس زول تلقاه موحد عقيدته في الله يعبد الله تبارك وتعالى، لو شغال على التالي صلى العشاء والشفع والوتر طوال يمشي زول السرير العنقريب يجدعوا في الحوش، وده تلقاه اسمع اقفل الباب الشباك، اسمع شغل كاميرا المراقبه، انت خايف من شنو؟ ما مرتاح، قال ما مرتاح قلبه ده ما مرتاح، لانه انت عندك عقيده، عنده قروش واللوري ملاو دقيقه وديش كنيبه، هسه ده فيه فايده؟ والله إذا شفت زيه زي أي بهيمة بتاكل في الكوشة، لأنه تاكل من رزق ربنا وتتنفس بالهواء بتاع ربنا وماشي في أرض الله، وربنا حفظك جوا بطن أمك، لما طلعت برا تمشي تودي الدقيق للشيخ يقول لك والله يا كم الشيخ ده، والله الشير فيه ونحن ده كله والله سببون الشيخ ده، زي ما قال اللمين ذاك اللمين العاطل بتاع تشيكسي، قال أنا حواري تشيكسي وبخرتي جالكسي ومحايتي بيبسي، قال والله أن إحنا أبويا الشيخ ده ماشين بنفسه وماشين بجاهه وماشين بنفسه وماشين بجاهه. يا اللمين يا بتاع الحنة، أبوك الشيخ ده نفسه الآن شغال ولا مكتوم؟ نفسه مش مكتوم؟ طيب وين نفسه هو ذاته؟ يا كذاب يا مجرم يا مفتري يا ضال، وخليك تصل في هولندا هناك، قالوا فات هولندا، طبعا هناك في خواجات كمان هناي، عمل لك حوارات خواجات تجيب معاك هنا، بيجوك الشفاط الصعاليك، لكن ما جاي للدين، تأكد ما بيجوا للدين، بيجوا لي حاجات تانية. مجرم بيحنن الدراويش، والله بيحنن دراويشه، قال الواحد لو جاء من جماعتنا نحن بنحننه، والشيخ بيخط الحنة بنية البركة. يا زول البركة وين في الحنة؟ لقيتكم بركة في الحنة؟ في حنة فيها بركة يا اللمين؟ السرتية كيف ما فيها بركة؟ كذب وافتراء ولعب على الناس، وبعد تلقى الواحد مصدق وخاشع وباكي. يا زول قوم الله يهديك يا أخي، الله يهديك، قوم ديال المجرمين، ديال قطع طرق وديال يلعبوا بالدين ويضيعوا الناس، والله جد صوفية والأخوان المسلمين دي أكثر جماعتين نعاني من نشرهم للباطل، ودول الرضا رضا والما رضا ما يرضى اللي طق، والشغلة دي بقت عالمية ماشية، والله قدر ما يضيقوها في محل الله يفتح لها في محل تاني. زي ما قلت لك، فأنت دار تعيش سعيد أول حاجة تكون موحد، عقيدتك في الله وما تخاف لا من برعي ولا ده ولا ده، خليك عقيدتك في الله تكون مرتاح، الرزق ده عند الله، الصحة عند الله، أي حاجة عند الله ده بتكون مرتاح، التوحيد والاتباع بتكون
ماشي ورا النبي عليه الصلاة والسلام، ما في زول بغشك، لا أخو مجرم لا بلاغاتي، راح أمرق معانا 40 يوم، يطقك يمرقك في الفاشر، يفكك هناك حق مواصلات ما يديك، يقول لك ها، يقول لك الله كريم و... والله بيدبر لكم ورا، يفكوك عكس الهوا من هناك، ما تمرق يا زول، لا معادلة لا معادلة. والجماعة بتاع البيجاي مركز عام وإصلاح أنصار السنة برضو ما تبقى معهم، ولا الأخوان المسلمين ولا السرورية ولا غيرهم من الجماعات، خليك بس مسلم على الكتاب والسنة وموحد وخليك حر بس، بتكون مرتاح، ولا بتدافع عن باطل ولا بتدافع عن جماعة ولا بتدافع عن طريقة، بتكون مرتاح. لكن أول ما خشيت مع جماعة، وجماعتنا طبعا طبعا جماعتكم كرم الصوفية، يقول لك لا هو أصلا ما تكريم، لكن نادو تقعد تخلق في الأعذار وتجيب الأعذار للدفاع بالباطل عن الباطل، والله جد، وده كله كلام باطل، دافع عن أهل الشرك ودافع عن أهل الباطل، فده كلام باطل. دار تعيش سعيد، تؤمن بالله وتعمل الصالحات، الله بيخليك سعيد، والله جد. فلنحيينه حياة طيبة، وربنا قال يوم القيامة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، لأنه ربنا قال في سورة الكهف: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، وقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. أسأله سبحانه وتعالى أن يدخلنا وإياكم الجنة مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أقدم الشيخ بالزمل، جزاكم الله خير والسلام عليكم.